مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وحيث وجدتم. مرحبا بكم في قناة طموح. اليوم سوف نعرض عليكم القصة المأساوية للممثل الأمريكي خواكين فينيكس، الذي حصد على إشادات جماهيرية واسعة حول العالم بعد تجسيده لشخصية جوكر في الفيلم الأخير بشكل درامي ومؤثر، أثار الإعجاب والجدل في نفس الوقت. ولكن ما لا يعرف الكثيرون عن قصة فينيكس الحقيقية لا تختلف كثيرا عن شخصية جوكر التي جسدها في الفيلم، حيث عانى فينيكس من صدمات ونكسات كثيرة في حياته بالرغم نجاحه الساحق في هوليوود، الأمر الذي لف الغموض حول الممثل الأمريكي القدير. دعونا معا نتعرف على قصة حياته. خواكين فينيكس ولد لعائلة فقيرة في بورتوريكو عام 1974 لأب وأم كانوا منخرطين في طائفة دينية غريبة كانت تلقب بأطفال الرب، والتي دفعتهم لترك عملهم الحقيقي والتركيز على الدعوة، الأمر الذي أفقر العائلة كثيرا حتى وصل الأمر بالعائلة للتسول في الشوارع مقابل المال. ويعد خواكين الطفل الأوسط بين 5 أشقاء من بينهم ريفر ورين وسمر وليبرتي. وأجبرت الحالة المادية الصعبة للعائلة شقيقة وشقيقة فينيكس لتقديم العروض الموسيقية في الشوارع من أجل المال، وأجبرت قرارات العائلة الخاطئة أفراد العائلة للعيش من دون منزل لفترة من الوقت والنوم داخل سيارة. وعلى الرغم من الحياة الصعبة تحسنت الأمور بالنسبة لفينيكس عندما دخل شقيقه الأكبر ريفر مجال التمثيل وبدأ بالحصول على أدوار جيدة في الأفلام والمسلسلات، مما ساعد العائلة كثيرا. ولكن نجاح ريفر لم يدم كثيرا، حيث تعرض الممثل الشاب لجرعة زائدة من المخدرات أودت بحياته أمام أنظار فينيكس أثناء وجودهم في إحدى النوادي الليلية. وأثرت الصدمة التي تعرض لها فينيكس بعمر 19 على حياته كثيرا، وأدخلته في حالة اكتئاب شديدة مما أثر على مشواره التمثيلي الذي كان في بداياته. وفي الثلاثينيات من عمره أدمن فينيكس شرب الكحول حتى خرج الأمر عن سيطرته، وهو الأمر الذي كاد أن يودي بحياته بعد تعرضه لحادث سير خطير في 2006. حياة فينيكس كانت مليئة بالمطبات تماما مثل شخصية جوكر، التي قد يكون أداؤه الرائع في تجسيدها مستندا على حياته الشخصية، حيث خضع الممثل الذي لم يتناول اللحوم منذ طفولته إلى نظام غذائي صارم جعله يفقد حوالي 23 كيلوغرام لتجسيد شخصية جوكر. خواكين فينيكس ممثل مخضرم شارك في أكثر من 30 فيلم منذ عام 1986 عندما حصل على أول دور له في 12 من عمره، ورشح في عام 2000 لجوائز السينما الغربية الكبرى عن دور الإمبراطور كومودوس في فيلم غلادياتور، ورشح لهذا الدور لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد وفاز بجائزة جولدن جلوب. كما فاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم جوكر، وذلك للمرة الأولى في مشواره الفني. ربما مر خواكين بالعديد من التقلبات في حياته، سواء بهروبه من ذل أخيه أو تجاوز وفاته وعودته من الاعتزال أكثر من مرة، ولكنه أثبت عن جدارة أنه يستحق لقب أفضل ممثل في جيله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونشر الفيديو مع أصدقائكم والضغط على اللايك تشجيعا لنا. سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.